والخروج على الإمام لا شك أنه من أفسد البدع وأخبثها وأشرها، وما تمزقت الأمة إلا بالخروج على أئمتها. والعجب أن هؤلاء الذين خرجوا على الأئمة أن ظاهرهم الصلاح، وينادون بالصلاح وينادون بالإصلاح، حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصحابة يحضرون صلاتهم عند صلاتهم وقراءتهم عند قراءتهم، ولكن إيمانهم والعياذ بالله لا يتجاوز الحناجر. نسأل الله العافية.